مرحبا بنات، حبيت اغيركم الفيول. اليوم اصور لكم غرفة ولدي الكبير. وصلت طلبيتي من بات بات ومن نكست، وانا متقضية من ماكس. فشوف معنا طلبية بات بات، افتحها معكم. طبعا هذا البلوج ما ادري متى بينزل، ما ادري بنزله حاليا لكم ولا بانتظر لين اخلص من ترتيب الغرفة ونزله مرة واحدة. هاي بنات، مرحبا بنات، معاكم اليوم طلبيتي بات بات. صورت لكم مقطعين، المقطع الاول تصور وكان في النهار وكان ريفيو غير في غرفة ولدي. بعدين اكتشفت ان بطارية المقطع الثاني البطارية كانت خالصة عليه وما كان يصور، فأجلته لين الليل. الحين راح نشوف مع بعض طلبيتي من بات بات ومن نكست، يلا نشوفها مع بعض. وفي ان شاء الله طلبية ثانية راح اصورها برضو من بات بات ونكست اذا وصلت ان شاء الله، وفي من شيئين اذا وصلت ان شاء الله صورتها لكم. هذا طبعا انا اخذت سرير من جانيوريز من ستار بوينت، فكان عليه خصم وخذيته. طبعا ان شاء الله راح يكون فيها مقطع فلوج لترتيب الغرفة وتركيبها للغرفة، للحين ما خلصت قاعدة اشتغل عليها. ممكن اعرض لكم مقتطفات من شغلي في الغرفة في هذا المقطع، وممكن لا تشوفون قبل وبعد في المقطع الثاني. طبعا خلاص انا اخر الشهور، ان شاء الله ربي يقوم بالسلامة. خذيت هذا المفرش المغار للمرتبة، خامته حلوة بارد ان شاء الله ان مقاسها مقاس المرتبة. وخذيت هذا طقم معه مفرش، المفرش مرة حبيت خامته. طبعا انا فاتحتهم قبل ورجعتهم بالاكياس بحكم اني كنت افكر اني قاعد اصور لكم المقطع الثاني وصار الجوال ما يسجل. هذا المفرش جاي مع المغار، مرة خامته حلوة، من هنا قطن وغريبة قماشته، ومن هنا بارد، بس مرة مرة حبيته يعني صراحة يستاهل. وحجمه كبير، متر ونصف تقريبا، متر او 70 في متر ونص شيء زي كذا. هذه لبادة التغيير اللي تاخذينها معك لاي مكان وتحطينها على طاولة التغيير. طبعا تعبت ما لقيتها، لازم تكون طقم مع طاولة التغيير، فيوم لقيتها في موقع بات بات طلبتها. طبعا معروف موقع بات بات موقع صيني، تجي زي الباغة عشان على التغيير على الطفل تنزه. من هنا خشن ومن هنا ناعم، اتوقع هذا اللي يعني يغير للطفل عليه. من هنا خشنة شوي بس من هنا ما تكون باردة، يعني في وقت الشتاء هذه الجهة حلوة للطفل، في وقت الصيف هذه الجهة حلوة، والحلو فيها انها برضو تنمسح وتتغسل. طبعا تقريبا تلاحظون اغلب شيء مطقمته رمادي وابيض. هذه برضو خذيتها ان شاء الله، بعدين الطفل احط عليها بالارض زي القطعة البسيطة زي المفرش على شكل دائري. طبعا اللي مثلا في أسرة زي كذا تكون دائرية، هذا المفرش يلبق عليها. أنا راح تكون في الأرض، راح أحطها بالأرض بغيت أحط الطفل عليها إن شاء الله، بعدين إذا كبر بدأ يتقلب. هذه حبيتها مرة، حسيتها عملية وطايفين فيها بكذا موقع وكل يمدحها، بحيث إنك تحطينها على عند طاولة التغيير أو في البيت في أي مكان تبين تروحين تتنقلين بتغيرين للطفل تاخذينها معك، تكون فيها الحفاضات، فيها لوازم الاستحمام كلها، فيها الكريمات، فيها اللوشن،
فيها سكين كير عموما، اغراض سكين كير كلها العناية للمولود. و اذا برضو تبين تحطين اغراض الرضاعة، اغراض الشفاط الصناعي اللي لا احطها هنا، فيها جيو كثيرة، من هنا ثلاثة، من هنا واحد، ومن هنا واحد، ومن هنا ثلاثة. والحلو فيها انت تحطين التقسيمات وتشيلينها، فيها تشكشك تركبينها، واذا بغيتيها بدون تقسيمات تشيلينها تصير كلها قطعة واحدة، وما واقفة كذا ماسكة وحلوة تنحط في الغرفة. في هذا علامة كثير، طبعا كل ان شاء الله صورة للشيء اللي انا طلبته راح احط صورته من الموقع على جنب، يمدحونه بحيث ان الطفل ما يتحرك فيه، ولو بغيت الطفل بيني وبين ابوه مثلا في السرير بحيث انه يكون في حاجز بيننا او اخايف عليه احطه عليه، زي اللي حماية او زي اللي راس الطفل يعني عشان ما ينقلب بعدين، تكون هذه موجودة. حبيت فكرتها. هنا سرير تتعلق عليه، طبعا طلبيتي من بات اغلبها صراحة لوازم، يعني اكسسوارات لغرفة المولود، السرير للغرفة عموما. شريت الطلبية الثانية، شريت فيها ملابس وشريت بعض الاشياء، ان شاء الله وصلت اوريكم اياها. انا خذيت هذا اللون ربع لاني كل شيء طقمته رمادي وابيض، فخذيت هذا. ان شاء الله اذا ركبتها على السرير تشوفونها. ما ادري عاد هي تدور او تشتغل او شيء او لا، ركبتها بشوف، اتوقع تشتغل. اشوف في صوت موسيقى حاطين ودوران، اتوقع انها تشتغل. وهذا اخر شيء، شمسية للسرير، لان صراحة مع جاية الحر كاثر البعوض وكاثر حشرات صغيرة، مهما حطيتي مهما غطيتي صراحة يطلعون تشوفينهم تتعلق. فكرتها كذا، ينحط الحلقة الشراع ويتعلق هنا وتكون زي كذا. راح اعرض صورتها على الجنب. والحين نجي لطلبية نيكست، اخذت معي تقريبا الطلبية هنا اسبوع، وبات تقريبا 25 يوم. طلبت هذا صندوق نيكس، طبعا جت من بريطانيا او ايطاليا، برضو كنت اتبع الشحنة، جاية من موقعهم الرسمي. طلبت هذا، شفته راح صورته على جنب، عجبني صندوق على شكل فيل برضو رمادي، وانا معتمدة اللون الرمادي بالغرفة، واللون الرمادي مع الابيض مع الذهبي. الاكسسوار بعض الاكسسوارات راح احطها ذهبي، واغراض المولود تقريبا وحدتها بشكل بانها تكون رمادي. فهذه ممكن تكون العاب البيبي فيها، ممكن تكون سلة غسيل، لان ملابس البيبي تكون يعني بتاخذها، لان ملابس البيبي صغير ولو مهما كانت كثيره راح تكفيها، او راح اشوف لها اي استخدام. مش راح تكون بطاطين البيبي لان جابت لك كثير بطاطين، بتكون موجوده فيها. عجبني شكلها، حسيتها كيوت واخذتها. والحلو خامتها بالضبط نفس خامه هذه اللي من بات، شفتوا نفس الخامه، فصاير تطقيم حلو يعني نفس بعض. خذيت هذه، خذيت طقم أربعة، كبرت الحجم، خذيت من ستة، من ثلاثة ستة، من ثلاثة ستة شهور، من ثلاثة شهور من ستة. توني أفكها معكم، ما شفتها صراحة. حلو في الحركة اللي تغطي أكمام الطفل، تغطي الكفوف، لاني صراحه ما احب القفازات، وانا من تجربتي هذا ثالث طفل لي الحمد لله.
مستحيل تقعد قفازات على الطفل او شراب، فالافضل تجيبين مسكر من تحت ومن فوق حركتك ماما نكست اللي تقفل اليدين، لانها مهما لبستيه تطيح وتضيع في الغسالة مرة. يعني مجربتها، كل ما اشتريها ما استفد منها ابدا. هذا شكل عليه حيوانات، طبعات رسوم حيوانات، وهذا نجوم، وهذا برضو فيلة، وهذا مخطط. خليت هذا عجبني، حسيته كيوت. طبعا ان شاء الله كلهم راح اغسلهم. هذا من 0 لـ 3 صغير، اللي قبل شوي من 3 شهور لـ 6. حلوة ما فيها تاج كتابة عشان ما يحك الطفل من وراء او سبب لها حساسية او احتكاك، فحلو ان التاج فيه موجود كتابة. وانتبهوا لهذه النقاط، وان حركة الاكمام تغطي اليد، الطقطق يكون بهذا الشكل المريح ما يكون وراء يوجع البيبي. ثاني شيء لو في سحاب افضل، بس انا ما لقيت سحاب، على بعض الناس يقولون سوسته، ما لقيت سوسته فطلبت هذه، ولو السحاب افضل اسرع اذا جيت تغيرين له. خذيت هذه، طبعا معروفه ما يحتاج افكها، من 0 لـ 3 شهور، برفتوزات طقم 5 مع بعض لون ابيض اللي تجي كت، لان خلاص الشتاء راح. وهذا خذيتها طقم 3 برضو، هذه من صفر لـ 3 شهور. عن الحلو في نكست انها تجي تقوم مع بعض. ما ادري ايش فيني صراحة على الرمادي وعلى رسمة الفيل، اغلب مشترياتي رمادي ورسمة فيل. نفس الحركة، مقفل من تحت، الاكمام فيها القلبة اللي تمسك اليد برضو، من قدام مو من وراء، 3 مع بعض، وهذا الثالث. وهنا تكون خلصت مشترياتي من بات بات ونكست. الطلبية الثانية ان شاء الله بعض الاشياء راح تشوفونها وانا حطتها على المفرش في المقطع، ترتيب غرفة البيبي. الحين قاعدة اشتغل فيها، نصبغها وبعض التغييرات وبحط ستارة وبعض اللمسات. ان شاء الله ان شاء الله تطلع احسن مما تخيلت ومما توقعت، وتشوفونها كلكم معي. معليش في هذه ستوريكم اياها، زي التحفة تنحط على الجدار، فراشات طلبتها، راح اعرض لكم صورتها على جنب. حبيت اعرض لكم غرفة البيبي قبل، كان فيها ورق جدران، والاطار بيله اطار الشباك بيله تعديل، كان فيه جبس وشلنا الجبس، وكنت محتارة احط ورق جدران احط اطارات، ومرة محتارة في الموضوع. اخر شيء استقريت على اني اشيل ورق الجدران واحط اطارات ولون ابيض نفس هذه الصورة، لاني احس هذه الايام موضتها، وجاء العامل واشتغل فيها. حطينا الحين حاليا اطارات، طبعا هذا تصوير ولدي الصغير جالس اصور. حطينا اطارات على الشباك، باقي عاد يجي صاحب البوية يسوي صنفرة ويصبخها، وان شاء الله تشوفونها معي اذا خلصت تكون النتيجة حلوة. حبيت اوريكم مقتطفات عشان تحمسون على الفلوق الجاي ان شاء الله باذن الله. هذا الشكل النهائي، طبعا الحين بدون صبغة بدون شيء، بس حطينا اطارات وراح نصبخها وراح نغير الشباك.
ولا تنسوني من اللايك والاشتراك والسبسكرايب ومشاركة صديق وتفعيل الجرس. يعطيكم العافية.